تصوروني يا جماعة ولا كيف الكلام؟ هاي الحصل من امبارح ده خطير جدا، مؤشر ما تمام نهائي ان احنا ما بنثق في المجلس العسكري بيجمع الشعب القاعد هنا ده كله، انه برهان وسخان جابوا الكيزان وحميتي ذاته طمعان، حميتي طمعان. نحن دايرين نوجه رساله لحميتي من هنا، حميتي مفتكر انه الشباب دي بتخاف منه، عنده فهم في راسه انه الناس دي بتخاف منه. حميتي طمعان جابوا الكيزان وبرهان وسخان والمجلس كله وسخان. احنا ايماننا وثقتنا فيه بنشوفه بعيننا، ما كلام يعني الليله ما انت بتقول لي كلام ما لم تنفذ مطلبي، يعني ما حنثق فيك، اثق فيك كيف؟ لانه انا اتخنت واتدمرت على مدى 30 سنه واتسرقت وكل مطالبي وابسط الحاجات اللي ممكن تتقدم لي كأنا مواطن بسيط ما لاقيها، لا قرايه، لا قرايه، لا مستشفى، لا مستشفيات، لا علاج، ما في شيء. الليله ما بكره، الليله بدنيه. هذه ثورة مضادة تقوم بها فلول النظام السابق لاستعادة نفسها من جديد لكي يهربوا من العدالة الانتقالية. نحن بنقول للمجلس العسكري رسالتنا واضحة، إنه الشباب ده ما حيرجعوا لأي سبب من الأسباب، نحن مستعدين نموت. ليه؟ لأنه دي رسالة بتاعت أجيال سابقة، نحن دايرين نبني دولة جديدة. الثورة دي نحن إذا كان أنت ما سددت الشوارع تكون ما الناس نحن بكون ما ضاغطين عليهم، إذا كان فتحنا المتاريس الحركة بتكون ماشية. الثورة هي دار شل حركة المجتمع، شل حركة اللي اسمه الداخل والوارد.